Hello everyone, and welcome to our third episode in Linguist Mania series Say, Don't Say. مرحبا بكم جميعا وأهلا بكم في ثالث حلقة معنا في سلسلة Linguist Mania قل ولا تقل. خلينا نشوف النهاردة معنا إيه؟ Me مقابل Myself. يا ترى إمتى بنستخدم كل واحدة فيهم؟ نشوف أولا جملة Say. He allowed Tim and me to use the car. He allowed Tim and me to use the car. سمح لتيم ولي باستخدام السيارة. وجملة don't say. He allowed Tim and myself to use the car. He allowed Tim and myself to use the car. نشوف دلوقتي جملة say وجملة don't say مقابل بعض. He allowed Tim and me to use the car. He allowed Tim and myself to use the car. يا ترى ايه الفرق؟ ليه me استخدامها صحيح و myself استخدامها خطأ؟ نفكر شوية. ملاحظين ان مي هي صورة الضمير كمفعول به Tim and me. He allowed Tim and me. He allowed سمح. الفعل هنا وقع على مين؟ على Tim وعلي انا me. والجملة التانية نفس الفكرة، الفعل وقع على مين؟ علي انا. تمام، ومين بيقوم بالفعل؟ المفروض he allowed، هو سمح، هو اللي بيقوم بالفعل. خلينا نشوف الفرق. me is used when an object is required. me بتستخدم لما نحتاج مفعول به. He allowed me to use the car. سمح لي باستخدام السيارة. Myself is used when the subject and object are the same. لاحظتوا الفرق دلوقتي؟ Myself بتستخدم امتى؟ لما الفعل والمفعول به يكونوا نفس الشخص. I allowed myself to use the car. سمحت لنفسي باستخدام السيارة. مين القائم بالفعل؟ مين اللي سمح؟ أنا. ومين المسموح له؟ أنا برضو. Myself بتستخدم لما الفعل والمفعول به يكونوا نفس الشخص. How about thinking of an example and sharing it with us in a comment? إيه رأيكم دلوقتي تفكروا في مثال وتشاركوه معنا في كومنت؟ القاعدة النهاردة كانت بسيطة والفيديو قصير، أعتقد بإذن الله تكونوا فهمتوه وتقدروا تفكروا في جملة علشان تتأكدوا إنكم فهمتم المعنى صح وقادرين تستخدموه بالمعنى الصحيح. وألقاكم في فيديو جديد المرة الجاية إن شاء الله وقاعدة جديدة. See you!